البرنامج ديال الفوائق الاجتماعيه والمجاليه ديال العالم القروي اللي هي واضحه ديال صاحب الجلاله واللي في جابها هذه واحد 6 سنين واللي الان تم التنزيل ديالها. وبالتالي نقول لكم بان التنزيل ديالها هو تنزيل سليم وبان حكمه جيده. المشاريع كتجي من الميدان من الاقاليم من الجهات وعلى المستوى الوطني ما كيكون الا يعني نشوفوا الالتقائيه ونشوفوا التوجه واش كيمشي في ذاك التوجه الاستراتيجي اللي بغا سيدنا وكذلك التقييم ديال هذه العمليه. التقييم العمليه هو جد ايجابي. برامج اللي عطات صدى كبير عند المواطنين يعني في المناطق القرويه والمناطق الجبليه اكثر من 14000 كيلومتر ديال البيست وديال الطرق اللي تصايبوا اكثر من 20000 يعني دي بوان دو كونتاكت ديال الماء ديال البرانشمون. كذلك مشاريع كبيره في الكهرباء كذلك في المدارس القرويه في بعض المستشفيات يعني لي سونتر دو سونتي القرويين. كل هذه الحمد لله كتخلي انه كاين فتحات الولوجيه بانه في لاكسيسيبيليتي تحسنت تقريبا في 83% ديال لي كومين. اكثر من 1000 كومين يعني مسا هذا البرنامج واللي خلى انه اليوم هذوك لي مينيما سوسيو اللي مطلوبين في واحد لي كومين دازوا من النقاط اللي كانت صفراء وحمراء الى نقاط خضراء. ولكن احنا باقي غادي نكملوا في هذا البرنامج في هذا يعني الشطر ديالو اللي كاين اليوم حتى 2023 بين ما نشوفوا ان شاء الله التنويع ديال البرنامج والافاق ديالو من بعد 23 ان شاء الله.